كنا بتخاف منه خايفين منه الحقيقة. اليوم السيناريو احنا فيه تعرف فريق الحقيقة مرينا بظروف صعيبة برشا الحقيقة. بعد ماتش قروان تقريبا ما خدمناش أسبوع من الافكتيف ما خدمناش حتى تقريبا في حتى حصة تدريبات. حاولنا نجريو رغم سجلنا الهدف الأول، التعديل جاء في آخر في وقت قاسي آخر الشوط الأول. حاولنا نقبلو كيف نعرفو فيزيك مو الفريق مش حاضر خلاص الحقيقة كما كنت نحكي لك الناس كل تعرف. جات كونتر معنا حاولنا المركز الثاني جات كونتر الفريق تبرق مركز الهدف الثاني وحب يحافظ حبينا نرجع، لكن كما قلت لك معناها الفريق فيزيك مو ما كانش حاضر. ظروف الحقيقة ما نجمش الناس كل تعرف معناها الحقيقة الظروف اللي مرنا بها. حاولنا نجري ونسق حاولنا نجري المقابلة هذه نعرفوا مقابلة مهمة برشا معناها ثلاث نقاط تخليك تخدم أكثر الريحية. ما جاش الفيكتور اليوم بصراحة كلمة لهذه راس وكلمة للمسؤولين. راهو صحيح اليوم أنا زمن لكن عندنا مجموعة طيبة وعندنا مجموعة كنت حكيتها في ماتش قروان، لكن يلزم يلتفوا اليوم حفظ الفريق نتاعهم لأنه مجموعة طيبة إذا كان توفر الظروف المناسبة نجم الفريق هذا يكون خير من هكا. الله غالب اليوم خسارة قاسية صحيح نعرف خسارة توجع وملاعبية الحقيقة عملوا عليهم مشكورين، لكن رغم هذه كل معنا كنا نلتف حول هذه ونخدم أرواحنا وما فات شيء. إن شاء الله القادم خير إن شاء الله.